الكائنات البحرية. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ مستمرة معكم بسلسلة حيوانات الجزيرة العربية، واليوم سأتحدث عن الكائنات البحرية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة رابط هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم لمتابعته معا. هل سبق أن فكرت بألوف الكائنات المختلفة التي تعيش في بحار العالم؟ البحر بالطبع موطن عديد من أنواع الأسماك المتنوعة، لكن الثدييات مثل الحيتان والزواحف مثل السلاحف وأفاعي البحر والقشريات وكائنات الشعاب المرجانية كلها تعيش هناك أيضاً. الجزيرة العربية. معظم مناطق شبه الجزيرة العربية في الشرق الأوسط حارة وجافة ومحاطة بالبحار من ثلاث جهات. هذه البحار دافئة طوال العام ومفعمة بالحياة. في الواقع يعيش أكثر من 1500 نوع من الكائنات البحرية هناك. تصبح البحار في شهور الصيف دافئة جداً، ما يدفع كثيراً من الأسماك إلى الانتقال إلى مياه أعمق حيث درجة الحرارة هناك أقل. صفات الكائنات. تملك معظم الكائنات البحرية التي تسبح زعانف لمساعدتها على الحركة. حتى الأفاعي البحرية تملك ذنباً مسطحاً على شكل مجداف لمساعدتها على التنقل عبر المياه. تملك بعض الكائنات مثل الحيتان طبقة شحم تدعى دهن الحوت تساعدها على البقاء دافئة في المياه الأشد برودة وعمقاً. بالرغم من وجود عديد من أنواع الأسماك المختلفة في العالم، فإنها تملك كثيراً من الأشياء المشتركة. تملك معظم الأسماك أنوفاً تتنفس عبرها، وأجسامها انسيابية ما يسهل حركتها في الماء، ولها زعانف لتدفعها وحراشف لحماية أجسامها. مثل الحيوانات البرية، تميل الكائنات البحرية للعيش في أماكن إقامة معينة. يظهر في الرسم التوضيحي ثلاثة مواقع إقامة رئيسية في البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية: قاع البحار المليئة بالأعشاب، الشعاب المرجانية، والبعيدة عن الشاطئ. إذن نشاهد الشاطئ، الشعاب المرجانية، الأعشاب البحرية. الكائنات البحرية إما أوقيانوسية أو التي تعيش في القاع. تعيش الكائنات الأوقيانوسية قرب سطح الماء، بينما تعيش الأخرى في قاع البحر. ويوجد عديد من الكائنات البحرية في جزء واحد من البحر فقط، لكن بعض الحيوانات تنتقل من مكان إلى آخر. تظهر الخريطة أعماق البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية. توجد أماكن إقامة الأسماك في أعماق مختلفة. توجد الأعشاب البحرية عادة في المياه الضحلة. يمكن للشعاب المرجانية أن تنمو حيث لا يتجاوز عمق البحر أكثر من 40 متراً. يمكن أن يكون ذلك بعيداً عن الشاطئ إذا بقي البحر ضحلاً. أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومتابعة هذا الفيديو مع أصدقائكم بإرسال الرابط إليهم، وأيضاً الذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضاً. ألقاكم في فيديو قادم، إلى اللقاء.